ألف الحمد لله على سلامتك. حاسة كأنه روحي كانت طالعة من دفات صدري وهلأ رجعت لي. ليش هيك عم تحكي لك بدرية؟ بعيد الشر عن قلبي. الله ما يحرمني منك إلهي، ويبعد عنك كل شر وكل أذى. طول ما في ناس أمثال فواز لك بدرية بده يضل الأذى والمكروه موجود. الله يلعنه، ابن حرام مصفى، الله يستفل فيه إلهي، الله ينتقم منه. شبك لك بدرية؟ شايفك هيك عم تحكي عليه من قلبك، كمان انت بتكرهي؟ هيك بكرهه؟ يعني هذا واحد ابن حرام وما بيخاف الله، واللي ما بيخاف الله بينخاف منه وبينكره كمان. ايه والله، اللي ما بيخاف الله بيخاف منه. خلص لكان ابن عمي، هن من طريق ونحن من طريق. اصلا انا كنت اليوم بدي اترك الشغل عندهم، بس قلت يا بنت سايري يعني لبن ما يطلق. لا لا اسمعي، شو بدي لك بدرية؟ انت بتضلي عم تشتغلي وانا من بكرة راجع الشغل واحسن من الاول. ياه معقول؟ ايه لك بدرية، مثل ما عمل لك بدي ضل حوالي لهذا الزلمة لحتى امسك عليه شي ممسك، وبس مسكت شي ممسك صدقيني ما لح ارحمه ولح افضحه قدام الخلق كله. بس انتي عملي مثل ما عمل لك، كل شي بوقته حلو. فهمتي علي؟ خلينا ننام أحسن شي.